تفضل. انا بحب اخرب دايم لكن اللي سويته اليوم يا رجل ما له سنه. انتم على العين وعلى الراس ونقدكم على العين وعلى الراس وبيضان وجيه، لكن اللي سويتوه والكلام اللي قلتوه عن ابو حور ما له سنه. الرجال شل شنطه وطلع، والحين نطرده ونحاول فيه. والله سببتوا حساسيات بين الشباب، وهذه الله يطول عمركم شغلتكم نفداكم وعلمتك يا هاني. طيب بس تجيب طيب الحين صقعت بروس. طيب اصبر بنج خير اصبر، ما حد جالسين معكم تحت الهواء وقلنا لكم الفقره دي اليتها كذا كذا كذا. يا منصور ما بدي وقت منصور، ما راح اقول اسمه صح منصور. بغض النظر يا اخي الحين تفهم انه جالس يتصقعوا بروس. في ناس هنا عقليات يصدقون. عبد القادر ابو شوق سم، انتقدوا على العين وعلى الراس لكن الاشياء ما ادري من اللي اتمنى ان ابو حور يطلع. ابو حور خرب على الربع، ابو حور على العين وعلى الراس، جعله يخرب علينا من البكره. مستانسين بسوالفه هو بضحكه وبيش خير. احنا الاربعه كلنا مختلفين، هذا عارضني في موضوع بحور انا عرفته. طيب بعض المواضيع يا رجال والله بعض المواضيع طبيعي من اخوك طبيعي. انا بطلع انا طبيعي. وجودي ما وين دوركم انتم؟ وين دوركم؟ هاي حضور انا طرد الرجال يا اخوي. هذا هو دوركم. ما يرجع لا شوف يا ابو بن خير ما يرجع الا بكلام منكم. طيب بن خير رسالتكم وصلت بس ما بقي معي وقت. يعطيك العافيه. اكرر ابو طيب الحين كان معنا اليوم